استثنائي الناس تنتظر من 4 أشهر مقفول عليها قطع عنها مستبشرة كاملة لأن هذا هي ينفتح عنها. وإحنا كمسؤولين صحيين زاد إحنا مالي لا مستبشرين زاد مالي عكس ما متوقع الناس مستبشرين زاد مالي بدل افتتاح ذا هو به اللي فترة معينة لا بد منه هو حذر تجول هذا ودي وسائل الإغلاق اللي عدلت كانت عدلت فترة معينة وكانت ضرورية وأظن أعلننا هون في موريتانيا عدلناها في الوقت الصحيح وكانت ضرورية هي بالإضافة لوسائل التباعد الاجتماعي كانت ضرورية إياك أن المجتمع يتربع على وسائل الوقاية من هذا الفيروس اللي عاد واقع في غير فترة معينة إلين الحق فترة معينة عادت منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي ينصح الناس برفع ذي الإجراءات هذه ورفع حياته يخلق تدريجيا وهو اللي في طاره خلق قدر من الوسائل قال هو اللي في طاره لا يخلق رفع الفتح بين الولايات وحذر التجول زاد هو ما اللي رفعه هذه لا تدخل في الإجراءات التدريجية لرفع الحظر معناها ذيك تدريجية معناها مازال فهم قدر من الإجراءات التي يلتزم بها ما هذه هي ذيك الإجراءات الذكية اللي هي التباعد الاجتماعي نرجع تم دائما بحافظ على مسافة 1.5 متر من أي شخص آخر به اللي يعتبر لا بما أنه هو مصاب والله أن الشخص الآخر مصاب وبالتالي يارتو حافظ على ذيك المسافة منه يارتو في حال الأماكن العمومية وفي وسائل النقل دائما داير كمامة ضرورية اللي هي أهم وسيلة يارت الناس في الزمن تختر الأماكن المفتوحة بدل من الأماكن المغلقة إلى تتجمع أشبه للجمع مرقب من جمع في المنازل به اللي الهواء زاد هو اللي الفضاءات المفتوحة تنقص من 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 انتقال الفيروس هذا رافع الحظر أصلاً اللي رافقه شنو هو رافق عودة لعادة اللي كيف ذا الوقت أنا أظن على المنحنى لإصابات على أنه بدأ في تناقص لين يخرج ذا الحظر فم خطر على أن المنحنى يعاود يظهر من جديد وعلى أن المرض يعاود الظهور من جديد إلى ما وتأخذ ذي الوسائل اللي قلت يقير هذا الحظر ما رتفع لين اللي انقبلت قدر من الوسائل على المستوى العام يقال على مستوى الصحة بصفة خاصة لأن هذا الحظر مطلوب أصلاً لأنه ما يرتفع مفاتيرين عادة من الوسائل اللازمة لمحاربة لا قدر الله إلى خلقة موجة جديدة هذه الوسائل من أهمها اليقظة المجتمعية نعود المجتمع بعد هو الأول عاد يقظ في وجود كوفيد ويرين اللي تخلق منه حالات والله أي حالة إصابة والله اشتباه فيه قد يبلغ رقاش عنها عن طريق رقم أخضر موجود ومكلف به عدد كافي من الناس للرد عليه ومكلف به عدد كافي من الناس للاستجابة لذلك الردود الذكية إياك أنها توصل لرقاش وتعدد وفحص لعاد محتاج فحص عدد يعود موجود عدد من الفحوص كافي مع ذيك الإنذارات اللي يصدروا من المجتمع اليوم عندنا الحمد لله على مستوى موريتانيا المقاطعات كاملة فرق يقظة مجتمعية موجودة وعندها سيارات وعندها من 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 الوسائل اللي تتنقل وتقدر تجي لرقاج في قرية في مدينة إلين اللي يعود حاسب شيء والله يبلغ عن راسه موجودين تم تجهيز مراكز والنقاط الصحية والمستشفيات بالوسائل من قد وسائل التشخيص ووسائل من التكفل اللي هو من الأدوية واللي هو من الأجهزة اللي عادة تقد موجة لا قدر الله من الإصابات إلى خلقت يقد تواجه هذا بالإضافة لنظام جمع معلومات صحي زاد هو إلكتروني موجود اليوم عاد على مستوى المقاطعات كامل على مستوى النظام الصحي كامل مثلا هذا كامل يقول أعلن كان في 4 أشهر كان في جهد مقام به في انطلاق تجهيز لذا اليوم اللي هو اليوم قدر إن شاء الله وتوف ظاهر اللي مولانا أعلن يدار يمر بالسلاسة ولكن للدول اللي رفعت الحظر تفشل المرض فيها من جديد العكس تماما خارج من الدول اللي فاجأت ولين اللي ارتفع الحظر انقص نسبة المرض تمت نسبة المرض في تناقص
هذا الدول اللي هي يقر بعد بشرط خلق الدول اللي خلق فيها كانت بشرط ان مواطنينها كانوا زادهم مولي فهموا على انه عباره عن تخفيف لاجراء واحد يقارن الاجراءات الاخرى بقعت هذا اللي هو الالتزام بالكمامه واللي هو التباعد واللي هو تواجد في فضاءات مفتوحه وذي الاجراءات اللي تكلمت عنها. بالنسبه لنا احنا كوزاره الصحه دورنا ما هو دور رقابه، دورنا دور تحسيس ودور توعيه ولاهي نواصلوا التوعية ونواصلوا التحسيس على مستوى المجتمع، بالإضافة لشركائنا اللي هم وزارة الشباب والرياضة زاد هي اللي عندها مشروع توعية ويقظة مجتمعية مرافقة لمشروعنا فيه جانب تحسيسي، بالإضافة لوزارات الدولة الأخرى زاد هي اللي تقوم معانا بذاك الدور اللي احنا نلعبوا فيه دور تأطير ونلعبوا فيه دور تكوين يقلهم ويلعبوا فيه دور ميداني. ذاك الدور ذاك هو اللي لاهي مكننا من تحسيس المواطنين بأهمية الإجراءات اللي هي وبأهمية المحافظة عليها، إلا أن دور الرقابة دور دور دور, دور سلطات أمنية ودور تقوم بها على أحسن وجه. بالنسبة لهذه الناس اللي مسافرة شور أماكن الداخل، النصيحة اللي هي وللناس اللي مستقبلينها الالتزام بالتباعد، الالتزام بتخفيف الزيارات به اللي رجال جاي من نواكشوط وجاي من منطقة معروف فيها لأن الفيروس نسبة الفيروس فيها أكثر هي من نسبة عندهم هم فمي الترجال ما يتلقالوا بصفة مباشرة ولا يصافحوا بيته يعطوا مدة أسبوع والله اثنين يعود هو من راسه على قدر من المسؤولية اللي يحجر راسه حجر صحي مدة أسبوع والله اثنين لين يفوت اللي يتأكد على إنه ما فيه المرض، وفي نفس الوقت الناس الأخرى زاد هي مولي توعب ذاك من دون طبعا تهميش ومن دون اعتبار مسألة مدة تتعامل مع المسألة بمسألة أخوية. هو المرض ما هو عيب، هو كوفيد ما هو عيب، وعم قاعد بدرجة إنه ما تلاقي يعود فيه شيء يالترقاج اللي مصاب والله اللي شاك راسه يتقبل المرضى بروح رياضية يتقبلها بصدر رحب ويعتبر لأنه يالله ذيك الإجراءات الذكية يلتزم بها اللي هي إجراءات التباعد واستعمال يجيب معاه شمل الكمامات أولا يقدر لا يفرح بهم الناس اللي ما هم عندهم شمل الكمامات ووسائل التعقيم اللي عادوا الحمد لله موجودين احنا الفترة اللي هي عادوا موجودين في السوق، بالنسبة لنا احنا الطواقم الصحية عادوا موجودين الكمامات وموجودين وسائل الوقاية الفردية ووسائل التعقيم الحمد لله ما تلفيهم أي نقص سوى شنو عادوا موجودين بصفة كافية، وفي نفس الوقت اللي عادوا موجودين في السوق للمواطنين ويعطي الناس تستعملهم بصفة كافية وتجيبهم للداخل وتوزعهم وتحسس بأهمية تعود الناس اللي جاية لها تعود رافدة لها بدل ما تعود رافدة لها معها المرض ترفد لها معها التوعية والتحسيس ترفد لها معها الأخبار الزينة الوسائل اللي يالله تستعمل. الانفتاح هدفه إصلاح اقتصادي لا يخلق، هدفه تحريك الحركة الاقتصادية، هدفه حتى كيف قلت تحسين المؤشرات الصحية به اللي المؤشرات الصحية الأخرى تتأثر به، نسبة وفيات الأمهات والأطفال تتأثر بذا الإغلاق اللي هو به اللي تتأثر بالحركة الاقتصادية وتتأثر بمهم حتى به اللي لا يرفع من المؤشرات الصحية ولا يرفع من المؤشرات الاقتصادية ولا يعود غير مملكي. قلت فهم جانب آخر رجال جداد هو ملي يعتبر لأنه فهم تغيير السلوك لا بد من يخلق وفهم تعايش مع المرض وتقبله نفسيا به اللي احنا الجهد اللي عانينا منه ياسر من الناس اللي تقول لك المرض ما هو خالق، هي ما فايت المرض خالق، هي بديهي ان المرض موجود به اللي اي رجاج عرف انه موجود غير خالق من الناس رافضوا نفسيا به الخوف منه يختار ان ريفيج بسيكولوجيك يوقد شعور مسألة عبارة عن انكار، ذا الانكار ذا هو لا عبارة عن رفض نفسي للمرض، لا المرض يقدر يجي يتقبله كأي مرض ويتقبله نفسيا ويتعايش معاه بكل إيجابية. فهم مسألة أخرى قضية اللي زاد هي الناس اللي جاية للداخل، والله قاع الناس أهم وسائل اللي يلا تتخذ الزمن هو إبعاد كبار السن عن وسائل العدوى، الكبار السن الرجال له يجيهم ويزورهم يزورهم محافظ على إجراءاته إلين يعودوا في منزل يعود ما يدخل عليهم ورقاش من الضفيته به اللي هي فئات هش قدام المرض اللي هو ويالله ترقاش يحميها بالبعد عنها.
رجاج يحافظ عليهم به اللي في ذي الفترة اللي هي المخيوف عليه إلا كبار السن هم كيف تعرفوهم هم أهم شيء صرت في الأخص مجتمعنا إحنا أهم شيء عندنا كبارنا هم البركة فيهم ويا ريتنا نحافظ عليهم.